مرحبا بحضراتكم من جديد. ومعانا في مصر جميلة النهاردة الحقيقة شباب المصورين الصحفيين واللي شرفونا في كاس العالم. مش مشكلة احنا عملنا ايه، لكن وصلنا، وتوثيق هذه اللحظة المهمة والتاريخية ورصد بقى مش منتخبنا بس، ده رصد المنتخبات العربية. والاحتفالات كان جزء مهم جدا في مجموعة حقيقة اكتر من رائعة من الصور اللي هنعرضها لحضراتكم ان شاء الله. لكن خلوني في البداية يعني ارحب بضيوفي، برحب بالاستاذ كريم عبد العزيز المصور الصحفي. اهلا بيك كريم، نورنا، صباح الفل عليك. صباح الفل. وبرحب بالاستاذ الصحفي المصور الصحفي الاستاذ ايمن عارف. صباح الخير استاذ ايمن. صباح الفل عليك. وبرحب بالمصور الصحفي الاستاذ وليد زين. صباح الخير استاذ وليد، منورنا. كانت اجواء اكتر من رائعه. عظيم. هبدا مع كريم، كلمني عن كاس العالم وشفت ايه هناك. كاس العالم ك ك ك كحدث كبير جدا، حدث كروي كبير جدا، العالم كله بينتظره والناس كلها بتنتظر من 4 سنين بتقعد تتفرج عليه. انت وانت رايح طبعا كاس العالم بتبقى فخور جدا ان انت يعني، ده بالنسبه لنا اول مره طبعا كلنا ان احنا نوصل نصور كاس العالم. سنة ده بالنسبه للمنتخب، احنا بالنسبه لنا كمصورين كان اول مره خالص يعني. فدي حاجه كانت مفرحانا طبعا ان احنا نروح كاس العالم، حاجه فخورين بنفسنا طبعا. جدا ان احنا لسه في المجال، حتى شباب صغيرين بنقول على نفسنا صغيرين طبعا. وصلنا هناك وشفنا الاجواء، اجواء فستيفال جدا، حاجه مبهجه جدا. كنا فخورين اكتر ان بلدنا بتلعب. طبعا دي حاجه بالنسبه لنا كان رافعين راسنا زي ما بيقولوا يعني. ده بالنسبه للكوره. بالنسبه بقى الاجواء بتاعت كاس العالم، اجواء احتفاليه ما بين المنتخبات وما بين الجماهير وما بين اللعيبه، حتى الجماهير في الشوارع ما بيتقابلوا. انت دي صورك يا كريم. مش كده؟ دي صوري. دي في بره الملعب. بيبقى في شاشات العرض اللي بتتعرض في المكان اللي هو بتاع المشجعين، فان زون. ده كان ماتش تونس وبلجيكا كان بيتعرض. فماتش تونس ساعتها تونس خسرت 5-2 من بلجيكا، فدي طبعا اجواء حزن. طبعا على الجماهير التونسيه. احنا بس انا بقول زي ما بقول حضرتك يعني. ده مشجع مصري طبعا كان حزين يوم ماتش السعوديه. كان الجلابيه دي ولا ايه؟ لا والله. هو حب ان هو يوثق اللحظه دي بان هو يلبس اللبس. ازاي ده كريم؟ حب يوثق اللحظه دي بالزي المصري يعني. دول مشجعين مصريين، كان ساعتها المطر نازل قبل ماتش روسيا ما يبدا. دول المشجعين قاعدين كلهم من جنسيات مختلفه متحملين الشمس. هي دي الاجواء اللي بحضرك عليها. ان احنا كمشجعين من كل الدول بنبقى قاعدين جنب بعض بنتفرج. اللي دقق في الصوره يعرف ان دول جنسيات مختلفه فعلا. بالظبط. يعني زي ما قلت حضرتك، هو ده مشجع سعودي ومشجع مصري داخلين ماتش مصر والسعوديه. الاثنين داخلين وكانوا ماسكين ايد بعض ومفيش مشاكل خالص. وده مشجع تونسي جنبيه جزائري وجنبيه مصري. جنبيه جزائري. هي دي الروح بقى في كاس العالم. الصور دي كانت تلقائيه، ما كانتش منسق مع الناس دي خالص. خالص يعني هم فعلا كانوا واقفين جنب بعض وبيتصوروا مندمجين ومتعاطفين مع بعض. لا الاجواء هناك احسن كمان من الكوره بكتير. ايمن كان معايا الاستاذ مصطفى من شويه في اللقاء الاول وكلمني انه كان في شركه عالميه جت وعملت لكم كورسات وتدريب وودت لكم احدث الاجهزه وساعدتكم. كان كلمني عن الجزئيه دي، ان انا ازاي اكون مؤهل وانا رايح اغطي يعني حدث عالمي زي ده. اتفضل. او خلينا نتكلم عامه، لما تيجي اصلا تيجي تروح تصور اي حاجه صحفيه او كوره او اي حاجه، اول حاجه لازم تكون ذهنك صافي. مش لازم تكون حاطط في دماغك انت يا ترى هتعرف تخش ولا مش هتعرف تخش، يا ترى هيبقى في اصلا انت معداتك اللي معاك هتأهلك اللي انت تعرف تغطي كويس ولا لا. دخولك هيبقى ازاي؟ الاجواء جوه وانت داخل هتكون عامله ازاي؟ فاحنا بالنسبه لنا واحنا رايحين بينا خلاص يعني، كانت الاول اللي هي الرهبه بس، اللي احنا جو جديد علينا، بس بعد كده خلاص خدنا عليه. خلاص احنا بنروح بكل تفكيرنا، بيبقى داخلين نصور الماتش، هنصور كادرات ازاي، كادرات مختلفه عامله ازاي. هل انت بتبقى عامل بلان لنفسك، انا هاخد جزء من اللاعبين، جزء من الجماهير، المشجعين هم داخلين، ولا انت سايب للصدفه انها تلعب الدور معاك؟ لا هي مش حكايه صدفه. هو حكايه كلها ان انت مصور واحد فلازم تعمل كل حاجه. يعني الوكالات بيبقى مثلا معاهم في الملعب ست لاعبين. دي صورك. دي الصور بتاعتك اللي معاك.
اه بالظبط. فتخيل انت 6 مصورين قصاد مصور واحد، فاحنا لازم اللي هو نعمل كل حاجه، ناخد حزن وفرحه، ولازم ناخد اللاعبين، لازم ناخد مدربين، لازم نعمل صور اكشن، فلازم نكون مجهزين حاجتنا، ولازم نكون كل حاجه بالنسبه لنا. انا عارف دلوقتي ان والدك كان يعني مصور صحفي ايضا في الاهرام، مش كده؟ كان رئيس قسم التصوير. اخدت المهنه منه، حبيت ده منه يعني. ما هو انا واخويا يعني، حتى واحنا صغيرين كان دايما بيعلمنا على الكاميرات النيجاتيف. وكان عندنا في بيتنا القديم خالص اللي هو بيت العيله، كان في حمامين، حمام منهم مقفول اوضه تحميض. ده اوضه تحميض. اوضه تحميض بس. الاستاذ وليد، يعني انت بتحضر كل المباريات ولا انت كنت مركز على مباريات معينه اللي احنا يمكن او اللي انت طالع تغطيها؟ هي كانت بالنسبه لي طبعا فرصه ان انا النجوم اللي احنا بنشوفهم الكبار، نيمار وميسي ومودريتش، انا بشوفهم في التلفزيون بيلعبوا ضد بعض. اما تيجي بقى تلاقي انك انت هتقعد تصورهم، لا انا اختار طبعا النجوم اللي انا ما بشوفهمش الا في التلفزيون. فبالتالي كنت باخد الطوشه بتاعت المنتخبات القويه. بس للاسف كان كاس العالم ده مختلف، كل المنتخبات القويه طلعت. ايوه. وبقت المنتخبات اللي هي بلجيكا، يعني انا كنت متفائل ببلجيكا جدا. والمكسيك، كرواتيا، فرقتين، كرواتيا ده الحصان الاسود. يعني انا كنت متوقع ان كرواتيا هي اللي ممكن تشيل كاس العالم. بس زي ما بيقولوها برضو، قله الخبره قدام فرنسا يعني عملت معاهم. دي الصور بتاعك، ده الاحتفال، ده الاحتفال. كنت بصور انا من فوق. ده مارادونا ساعه ماتش الارجنتين وكرواتيا ما بين الشوطين. قعدت انادي عليه انادي عليه لغايه اما لقيته بص لي. راح اعمل لي بقى اللي هي القبله اللي هي بالايد دي. جميل. هو كان مركز كمان. هو بياخد الصوره يعني. ده الكابتن محمود فايز بعد ماتش روسيا كان بيبكي، وانا من صداقتي بيهم يعني ان هو جه حضني، يعني ان انا ما لحقتش اكمل الصور. فبعد الصوره دي راح حاضني على طول، كان جنبي ايمن. هنا ميسي بعد ما كرواتيا طبعا هزمتهم 3. كان يعني حسيت ان هو بيبص للكوره وبيقول لها انت ليه مش عايزه تديني زي ما بتديني مع برشلونه. ده رونالدينيو في ماتش في حفل الختام، كان احد المدعوي. ده مبابي طبعا مفاجاه كاس العالم. ده طبعا الجمهور وعلم ال 74 شهيد دي، انا تاني مره اصورها بعد امم افريقيا. ده كان موجود في في البطوله يعني. كان في ماتش هنا صلاح وهو بيقلع التيشيرت الكافاني، هو اللي راح له وقال له انا عايز التيشيرت بتاعك. فبيبدلوا مع بعض. حلو. صلاح في التدريب. كنت انا متعود في امم افريقيا في الجابون ان انا كل يوم اصور لصلاح الصوره دي. فكنا بنكسب على طول تاني يوم يعني، الحمد لله. للتفاؤل يعني. لا انيستا طبعا ساعه ماتش روسيا كان ده الجون اللي جابه دي ماريا بتاع الارجنتين في كرواتيا، كانت قنبله. فعجبني منظر الجون وهو بينط والخيال بتاعه على انت طبعا عشان برضو الفهم للمشاهدين، انت بتاخد الصور دي انت بتبقى ستاند باي. انا ستاند، انا عيني ما بتخرجش بره الكاميرا، ما بتخرجش بره الكاميرا، ما ينفعش. انت مركز معاها جدا، بتفرج على الماتش من جوه الكاميرا. ما بتتفرج على المباراه من جوه الكاميرا، من جوه الكاميرا. بتاخد الـ القرار امتى انك انت تاخد الصوره؟ يعني قبل ما الكوره مثلا، انا ببقى فاتح عيني التانية على الملعب والعين دي جوه الكاميرا. فببص الكرة راحة لمين. اول ما بتقرب منه على طول ببدأ ادوس على الشطر اللي هو زرار الكاميرا لغاية بقى ما تديني الصورة اللي انا عايزها. لما كريم، التكنولوجيا تطورت جدا في الكاميرات وبقت حاجة يعني اكتر من رائعة يعني. التدريب المستمر على الكاميرا دي، وده بيساعدك في ايه وازاي انك انت بتاخد اللقطة بتاعتك كمصور صحفي؟ هي التصوير زي اي مهنه، الخبره فيها مهمه جدا، الاستمراريه وان انت تتفرج دايما على الصور ده بيطورك انت. يعني التطوير مش دايما ان انت تطور معداتك، التطوير انت تطور نفسك قبل المعدات. المعدات انت ممكن انت اللي تشغلها مش هي اللي بتشغلك. طبعا المعدات الكبيره والاجدد ده مهم، بس انت كشخص لازم تكون عينك هي اللي احسن، عينك هي اللي بتتطور. عينك بتتطور من خلال انت تتفرج على صور كتير، من خلال انت تتابع صور بره الصندوق، مش مهم اللي هي الصور العاديه مش التقليديه. دايما بنفتح احنا كشباب دايما لازم نفتح الوكالات. بنذاكر قبل كل ماتش ان احنا نفتح الوكالات الصور القديمه. يعني انا بروح كاس العالم حبيت اتفرج على كل الصور اللي هي بره الصندوق.
عشان ما اروحش اصور اتنين داخلين بيلعبوا كوره مع بعض. أي. لا في صور مثلا زي خيال، زي موشن، زي سرعه، زي صحيح. الحاجات دي كلها اي حد داخل التصوير جديد، احنا كزمايلنا كان نصحونا ان احنا نتفرج على صور كتير. احنا دايما بننصح برضو الزملاء اللي بيدخلوا جديد يتفرجوا على صور كتير. وضعية التصوير حتى البوزيشن اللي انت اخده عشان تاخد بالزبط. الصورة دي بيبقى مختلف طبعا بالزبط. يعني بالزبط. عايز اقول انه ما كانتش المهمة سهلة بالطريقة دي، يعني مثلا عشان وليد ياخد صورة مارادونا يعني اعتقد انها قعدت فيها مثلا نص ساعة، يعني على الاقل مثلا 60 70 صورة على بال ما انت خدت الوضعية الصح اللي هو بيعمل بيها دي كده. ايمن لو اتكلمت معاك على لما رجعتوا والمسؤولين بقى عن البعثة والأداء بتاعكم والصور بتاعتكم، كان في تخيل انه ده يحصل انه تطلعوا بحجم الصور دي وبالجمال اللي احنا بنشوفه ده؟ لا الصراحة لا، انت طول ما انت هناك انت مش مفكر لما ترجع كل همنا اللي احنا هنغطي الماتش الجاي ازاي. يعني احنا ما تخيلناش خالص اللي احنا لما نرجع هنلاقي الناس كلها بتبارك لنا وتقول لنا اللي احنا عملنا حاجات كويسه جدا، يعني احنا ما كناش متخيلين ده. احنا بنرجع يعني احنا فرحنا جدا بدوت، ما كناش متخيلين اللي هو هما كل واحد يجي يقول لنا انتوا شرفتوا مصورين الصحفيين، انتوا شرفتوا. فكلمه كبيره جدا يعني اللي هو هل في وكالات اخذت منكم صور واتفاجئت انه في بعض الوكالات دي صورتك انت اللي ما اخدنا؟ لا لا صعبة. هو مش كل الوكالات مش احنا مش بالزبط. مسموح لنا يعني انا في الجورناني مثلا انا بصور للجورنان بتاعي تمام. مسموح لي انا فاهم لانه في بعض الاحيان بتتفاجئ على مثلا موقع عالمي ان صور من صورك موجوده. لا لازم تيجي تاخدها مني الشراء. ما تقدرش تاخدها علنا مني يعني ده يعتبر لانه كان الوكالات بروفيشنال جدا في الموضوع ده. ما تقدرش تاخد الصوره كده تبقى فوق. موقفين، موقف انت شفت لقطه وكان نفسك تاخدها وما لحقتش، وموقف انت كنت فعلا محظوظ انك انت خدت اللقطه دي. الموقف اللي هو بتاع قطع الكوره من مش فاكر اسمه ايه من فريق الارجنتين لما قطع الكوره من جون كرواتيا وحطها. يعني انا مش عارف، انا كنت قاعد بتفرج على اللقطه يعني مش ان انا بصورها. لا انا قاعد اتفرج عليها ومتوقع ان هو هيقطع الكوره ويحطها في الجول. اللقطه الثانيه اللي انا كنت عارف ان نيمار هيعمل فيها حركه حلوه ان هو بيوقف الكوره على ارتفاع حوالي متر ونص او مترين وهو في الجو والكوره واقفه على رجل الستارت. انت خدت الصوره دي؟ خدتها طبعا والحمد لله. ناس كتير قوي شكرتني على الصوره دي وقالت لي برافو عليك الصوره دي هايله. الحمد لله. يعني ايمن نفس السؤال ليك. انا بالنسبه لي الصوره اللي انا حبيتها او اللي هو ربنا وفقني فيها هي بتاعت ميسي وهو كان حزين ساعه اللي هو الجون اللي اتصد في كرواتيا والارجنتين. دي كانت بالنسبه لي كانت اللي هو لحظه الحزن على نجم كبير زي بالزبط. ميسي وهو خلاص بيخسر وبيطلع من البطوله بالظبط. في صور بقى تانية اللي هو بنندم عليها اللي هو انت يعني ما لحقتهاش بسبب مثلا كان في حاجه اسمها فلو، حصلت فلو في الصوره وانا باخدها مثلا وانت بتاخدها فضيعت الصوره. لا هو ممكن ارمي الكاميرا اكسر الكاميرا كريم. دايما الفرحه بتاعت منتخبك انت بتبقى نفسك اللي انت تاخدها يعني. دي بقى اكتر حاجه الموضوع مختلف شويه، انت نفسك اللي انت تاخد فرحه فانت للاسف انت خدت حزن. خدت صور حلوه. انت بالنسبه لك في تاريخك هي صوره حلوه وصوره مشرفه ليك كمصور انت خدت صوره حلوه ولقطه حلوه. هي دي اللي انا ادمان عليها ان انا خدت صوره حلوه جدا بس للاسف هي حزن. انا نفسي اخدها فرحه. ان شاء الله باذن الله كاس العالم اللي جاي المنتخب يصعد وناخدها كلنا فرحه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يا رب. خلينا نتفائل خلينا نتفائل متفائل وان شاء الله هنروح كاس العالم ونكسب بقى دي حاجه ثانيه. انت تفاؤل تاني. بص انت بتشارك يعني تكسب دي ان شاء الله جايه باذن الله. خليك متفائل يوم ما يوم ما. لكنه على كل يعني فكره انه كل طموح المصريين ان احنا كنا في مجموعه كل النقاد الرياضيين قالوا ان هي مجموعه بالنسبه لنا جيده جدا يعني جيدة. ولكن زي ما قلت انت وليه الحقيقه قلت كلمه مهمه قوي ان كاس العالم ملوش حسابات. انت تلاقيت كل النجوم وكل الفرق الكبيره اللي انت متوقعها هي بره ومن الادوار الثانيه تقريبا يعني. لكن هي الفكره نفسها انه
مشاركه وانه احنا نبرز اسم مصر على المستوى العالمي ده شيء اكتر من رائع، كانت حاجه جميله جدا. كلموني بقى سريعا كده على التكريم من النقابه لحضراتكم، وايه اهم الاجواء اللي حصل في هذا التكريم؟ اتفضل. بصراحه انا ما كنتش متوقع الاحتفال او التكريم اللي هيتم من شعبه المصورين. البركه طبعا في الاستاذ عمرو نبيل، هو اللي صمم ان التكريم ده يتم لينا احنا. حاجه ما كناش متوقعينها. انا بالنسبه لي الله اعلم هلحق كاس العالم اللي جاي ولا لا. يعني 47 سنه يا راجل، 47 طب اربع سنين يعني لسه الله اعلم. بس اللي انا مصمم عليه ان شاء الله امم افريقيا اللي جايه في الكاميرون شهر 6 اللي جاي، ويا رب احنا عندنا اول تاني ماتش لينا اهو. انتوا متخصصين رياضه؟ انا بالنسبه لي انت متخصص رياضه. فربنا يسهل ان شاء الله، شاء الله. يعني وبشكر الاستاذ عمرو النبيل على انا برضو يعني لاحظت انه اختياركم كشباب صغير، وفي عندنا مصورين ذوي خبره كبيره جدا يعني، لكن فكره اختياركم كانت على اي اساس برضو؟ ايمن عايز اسمع برضو منك. هو كانت يعني هو معظمنا اللي سعى ليها، اللي هو احنا كان نفسنا اللي احنا نطلع كاس العالم، يعني لدرجه ان انا وايمن طلعنا على حسابنا. بالظبط، يعني على حسابكم. على حسابنا الشخصي. يعني من اول الالف كده كان حكايه التمويل، كانت يعني الجورنان دعمني بتذكره السفر. بس وانت المصاريف كلها وحاجه كلها ايمن. وايمن على حسابنا بالكامل. على حسابكم بالظبط. تمام. فهي كانت الحكايه في الاول في الاخر، يعني اولا احنا كنا اللي تقدم للسفر كان 19 واحد. بدأوا يقلوا ما عرفوا ان هو ما فيش تمويل او ما فيش، فما قدروش ان هم يكملوا ويروحوا. 11 واحد يعني. كنا 11 واحد، هو كانت الكوتا 10. فكنا هنعمل قرعه. جه استاذ احمد جمعه قال لنا انا هسيب الفرصه ديت للشباب. وبدل ما نعمل قرعه وحد يطلع، لا انا هنسحب واخلي الشباب جميل ياخد الفرصه ديت. ساعتها احنا طبعا بنشكره وبنشكر كل اعضاء الشباب على المجهود اللي هم عملوه. احنا طلعنا عينيهم في الاول في حكايه بعد مقاطعه ايمن برضو عايز اشكر الاستاذ محمد ثابت اللي كان المنسق الاعلامي لجميع المباريات في استاد لوجينكي في روسيا، كان مباراه الافتتاح والختام. الراجل ده فعلا هو كان مصري، شرف المصريين هناك، ولولا احنا ما كناش تواجدنا اربع مصورين مصريين في نهائي كاس العالم. عمل معانا المستحيل عشان تكمل بصراحه. هو اللي جاب لنا الموافقات، وفي قبل النهائي برضو جاب لنا موافقات، لدرجه ان احنا بقينا رايحين واحنا عارفين ان احنا هنغطي الماتش ده طالما محمد ثابت موجود. جميل. كريم، اكتر لحظه اسعدتك جدا وانت موجود في كاس العالم وبتشوف مصر وهي بتلعب؟ لانه المشهد ده احنا هنا كمصريين كنا قاعدين، انا عايز اقول لك يعني انه ما كانش في مكان في مصر فاضي لكرسي، سواء في كافيه او في البيوت او في الشوارع، كنت تيجي تشوف مصر كلها فاضيه قاعده بتتفرج على المنتخب وهو بيعود لكاس العالم بعد 28 سنه. كلمنا على اللحظه دي تحديدا. يعني هي اكتر لحظه فعلا انا كنت مبسوط جدا فيها وفخور جدا جدا بمصريتي. هو اول ماتش، لان طبعا دي اللي زي الطله الاولى يعني. واحنا داخلين الملعب كلنا طبعا، واحنا داخلين ملعب كاس عالم، انت داخل جوه الاجواء، ايه ده؟ انا موجود جوه كاس العالم، انا بتفرج عليه من وانا صغير. مصر بتلعب، جمهور يوم ماتش الاوروجواي جمهور مصر كان اكتر من الاوروجواي اضعاف. احنا كنا اكتر من جمهور الاوروجواي كتير جدا. اكتر بقى لحظه فعلا، لحظه تحديدا انا حسيت فعلا انا قد ايه فرحان جدا، اول ما في الملعب المفروض ان هم قبل كل ماتش بيشغلوا اغنيه خاصه بكل بلد او اشهر اغنيه في كل بلد. فاحنا كلنا واحنا قاعدين لقينا مره واحده راح مشغلين اغنيه بشرة خير. لا لقينا جمهور مصر كله. لا احنا قاعدين في الملعب، حتى الناس اللي هم بتوع الفيفا باصين علينا احنا عمالين نغني فرحانين. لا فرحانين، موضوع موضوع كبير. احنا موجودين في ملعب كاس عالم والجمهور ثلاث ارباع مصري وبنشغل بشرة خير والجمهور بيرقص، ايه ده؟ لا والله بجد. احنا كنا مبسوطين جدا. الجمهور الاجنبي كان بيعمل ايه؟ لا انا شفت ناس يعني روس كانوا قاعدين بيتفرجوا على الماتش، كانوا مندمجين جدا وبيسقفوا مع المصريين. لا الاغنيه كمان مبهجه، احنا عارفين طبعا.
فده حدث حلو ان انت تشوف لا بلدك موجوده قوي. يعني كان مشرفنا كمان محمد صلاح يعني كان بيصادف ايام احنا بنيجي نركب تاكسي سواق تاكسي ما بيرضاش ياخد مننا لما بيقرا التيشيرت ان هو مكتوب عليه ايجيبت مو صلاح لا 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 انت فعلا فعلا حصلت معانا مرتين. واخر يوم احنا قبل ما نمشي كان لقينا واحد لابس تيشيرت محمد صلاح ومنتخب مصر فاحنا فاكرينه مصر فبنسلم عليه وبتاع فلينا لا مش فاهم فبيقول له وير ار فروم قال لنا فروم برازيل قال برازيل. عايز اقول حاجه على المشهد بتاع محمد صلاح انه اخلاق محمد صلاح وادائه في الملعب وانه هو بيمثل صوره سواء للاسلام او لمصريته هي دي اللي عملت نجوميه محمد صلاح على فكره لانه في انسانيات كتير قوي مع نجوم على المستوى العالمي وحتى تحركاته في الملعب ده اللي خلى اسم محمد صلاح كبير واحنا كمان بنحتذي بكل نجومنا المحترمين اللي بيشرفوا اسم مصر. نورتوني حقيقه ومصر جميله وسعيد ان انا كنت معاكم. انا عارف انه كاس العالم ان شاء الله القادم باذن الله يكون عندنا صور افضل وهيكون عندنا خبرات بقى زي حضراتكم. نورتونا. شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم مشاهدينا على حسن المتابعه. بكره ان شاء الله اكون مع حضراتكم في حلقه جديده من مصر جميله. الى اللقاء.